عليكم متابعين ديالنا الاعزاء، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كيف ما كتشاهدوا معنا هذا النهار. هذا بصراحه الله اش غنقول لكم، من بعد واحد الخرجه مع اختي الزهراء والبنات دقدقنا هذا النهار، هذا قلنا ان شاء الله هذا النهار غندوزوه غير في الدار، ما غاديش نخرجوا ان شاء الله يا ربي. وبغينا نشارك معكم الروتين ديالنا في الدار ديال تطوان. تبارك الله غزاله والجو غزال والناس ديال تطوان غزل غزل من هادشي كامل والله العظيم. علاش يا سيدي كتشوفي يضحك؟ اول حاجه يضحكني فطيب الزهراء، يضحكني والله لا عليكي يبربرو. المهم صراحة الله الكونجي دايز واعر، قولوا الصراحة واش كيدا فاتكم؟ عمرو ما يتنسى هذا الكونجي والله القسم إلى الطوب. داكشي اللي كنعيشو حتى من داكشي اللي كنصورو، الله العظيم الله يرزقها، الله الضحك والنشاط شي كيشد شي، يعني هادوما الأجواء إلا باش تشفي كل ما ما كاين والو. يعني الشاب ديالي شويه ناقصح والله، الا كنشد في البنات كنشبع عليهم كنزيد انا طلعت انا مشهده شحال تيشد فيا وداك حتى شاده واحد راسك تشد فيا. ها هو بغا يشوف يا ودا نقول ودام وريهم ودا شاركوا معاهم شي ديك الشيء والله عادي بالله. لا كانت الخصوصيه ديالكم ما تنشاركم كنت القناه ديالي تنشارك. اقسم بالله واحد القناه ديالك هادي على ماشي قناتك هادي. لا ولكن كاين شي خصوصيه ديالي. عادي يا ودا بلاتي نشاركوا مع المشاهدين ساك انا زيد. المهمه المهمه والله خلاتني ودا شارك معكم واحد الحاجه واعره. لا هادشي معيق هادشي ديالي. خاصنا نديرو ودا. خاصنا نوريو حاجه للمشاهدين غير تكون ستوره. لا ماشي بالي الاخر ماشي بالي الاخر. ها هو مشاهدين الا هو داك يضحك معاك. ويلي 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 والله الا طلع والله مسكينه ما دايرش والله الا لا واش كاين شي بيريك هنا ياك كنضحكوا؟ لا دابا كتقولوا كيعجبها الدخ ياسين. ها نسميهم نسميهم هاهاهاها هاهاها 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 انا بعدا كنتحمل جميع الضحكات. الله يجزيك كيعجبني فيك فاطمه الزهراء. هادشي باش كيعجبني تعجبني الجماعة فاطمه الزهراء كتقبل وكيف ما بغى يكون الضحك عطيه ليها. تقولي لها اسنانك صفر، تقولي لها اسنانك صفر، تقولي لها ضحكتك عوجه عادي. قالك انا ما تنتقلقش، قالك انا ما تنتقلقش، انا تنتقلق. يلاه كيشوف ايوا صافي وداك تنتقلق. صافي بقاش نحكم معاك. زيد اخويا والله العظيم الدويره الا واعره واخدين راحتنا كاع كل المشاهدين حمقاتهم هاد الدار فاطمه الزهراء صافي. عطيتها صنعيه محسن من اوروبا قال لي عافاك شدي النمره راه هاد الدار هبلاتي. لا لا دارنا هادي يا مشاهدين. شوف 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 جوج صالونات قدام قداش وبوحدنا باش تعرفوا ما كاين حتى واحد هنايا معنا غير احنا في الدار كامله، يعني ما يدور معنا حتى واحد هنا، كنخليو الباب محلول. زوينة الزغاريت والألعاب وكلشي كندير التقليد مقالب مكاينش اللي يجيب الخبار. لا والو شنو الوالدة؟ وشبعنا جبن. شوف 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 الجبن، شوف الجبن ديال المعيز ديال البلاد ديال المعيز ديال البلاد. الزيتون الزبدة البلدية طرية فروماج الزيت البلدية. الزيت جبناها جبناها هذا ما جبناهش. مالك عطيت بحرات ومالكش مالك حط عيان 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 بحيرات عيات والله الا دابا عطنا وريني ما تتخرجش من الماء. دروها كتافها ما كتخرجش من الماء هادي تتخرج دايره بحال الشطون. دروها كتافها من هنا والله الا دروها مسكين تزورها حتى تعلمها حتى. لا 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 مشيت كنسى اجي نحزروا هذا مسكينه جا بحال وركت عليها. لا انت يا سي اختي هدى اختي اختي والله الا اختي والله الا اختي والله تتفراني بوها هدى والله الا اختي بوها اختي هدى هدى واحد النوع اللي كتعرف تعيش كتبغي تهلا في راسها. اقسم بالله انا نقولها لكم كتهلا في راسها الاناقه اللباس الواعر. اقسم بالله الحطه اللي كتضرب هدى ما كتضربش في المغرب كتجيها سير كوموند. والله الا برافو عليك شي كيعجبني بيه السلك واعر والله العظيم. ها شنو ميما شنو ميما شنو ميما ايوا بيسا غير ليك. ولا غير مره مره بقات خيطي للبنات عافاك. اختي ما تكون بوحدك بوحدك اختي ما يسمعها حتى شي حاجه. هذه بعض الحلقات ما كتهمش وغتقلبوا عليهم المغرب كامل. كنضحك معاك اختي عزيزه وغاليه.
والله لا عزيزة بالله صراحه الاجواء واعره مشات اختي فاطمه زهره عطيني ربي اختي والله العظيم الا عزك ربي العام بها والله الله يحفظك اختي هدى الله يسهل عليك اشكون تيدي تما من البيضات البيضات بغيت نشعل هذه فيها شي مشكل هذيك ما كتوشش فيها مشكل كتقرض تحرق والله الا كطرى شنو كتقولوا لماماكم ما توحشوها ما كبيره كنقول لك ما توحشناها ولا خليناها غير بوحدها مسكينه حتى انتما اللي بكيتوا لها دوار عليه دابا كنتخيل دابا كنتخيل دابا ماماك خصها تولف دابا انا كمان غتمشي انت لاوروبا عاود كيسين شنو وقع لها البارحه كتبكي وحق الله مسكينه عيطات لي في التليفون وبقيت كنهضر معاها قالت لي واخوات عليا الضرب كامل كمالك ماما زعما ما كاين حتى شي مشكل خوات عليك الضرب حنا غير مسافرين قالت لي مسكينه بقات كتبكي قالت لي وا بكيت قالت لي ديالي وديال حبايبي قلت لها علاش غتبكي قالت لي حيت خوات عليا الضرب بقيت كنفكرني صغات خو عليا وبقات مسكينه كتبكي والله الا بكاتني معها وحق الله بحكم هادشي اللي قالت اختي تيتي جابت لي الدموع وخاتيه منها حنينه بزاف 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 المتتبعين ماشي غير انا اقسم بالله العائله انا مش تدير عليا سيدي يدي وغير بحشفتني كنت بحال غير غلقني ياسين عرفتي جات تقول لهم ابعدوا منها خليوها عليكم وحق الله ونعم المرأة ونعم الام والله بعدا انا صحت الله ما كانش شكون كانت مي خاتيه منها تنشوف فيها ماما وحق الله تنشوف فيها ماما بزاف والله مازال ما وصلنا ديك اللحظه مازال حنا مازال بعاد على داك الشيء صحه شويه خلاص والله القص الله يسهل عليك اختي ام ميمه وتنتي ديري دارك كل حياتك هكا دايره فهمتي ضروري يعني دار البنات كما كنقولوا دار البنات ديما خاويه والله تبارك اختي ما ديري الصباح هذا لا مسافر حتى نرجع لا دابا بغينا نضحكوا ثاني شي ثاني وصلت ديك اللحظه خلينا نجمعوهم كتبوم في عينينا اي وحده كتخرج من دار والديها كتخاطب جرب راسها شحال بكات تيتي شحال بكات واخا تيجي مجوجه غير حداهم امي والله الا مرضات فاش جوجات فاطمه زهراء مرضات واحد المرضه خيبه راه كنا كنقولوا الله يستر الوالده ديالي هاد حماق كتوقف مسكينه وكيترعدوا الكتف ديالك كيترعدوا لك كتجي قاصحه صراحه حيت دابا اصلا صعيب حاجه اصلا ولكن ما خصنيش نفكر حيت دابا ملي خوات الدار بميامنا وبو محمد خو داك الحب ديالهم كامل في اميمه اميمه شنو وتخيل تما الماكله كياكلوا على شهوتها اي حاجه كيديروا على الشهوات اميمه الله قاشات واخا تسمح لي خويا ياسين واخا دابا اميمه اللي تبكي ولي تبقى فيها انها تخلي ماماها ولكن خالتي يمنى عاوتاني غتكون فرحانه علاش؟ حيت عارفه فين مشى غدا اميمه ويعني مستقبلها مضمون يعني الامهات ديالنا كاملين باش يشوفوا ولادهم مرتاحين حتى هما تيرتاحوا الفرق ماشي صعيب ماشي صعيب هذا هو البيض بالدموع البيض بالزبده والدموع اختي اميمه الله يسهل عليك تانتي يا بنت زوينه الله يعمرها هذا امين اختي امين تجيبي لنا ان شاء الله شي كتكوت ولا شي كتكوته واش شي اسبوع عاوتاني دابا تا المهم انا غديروا شي اسبوع تما غنسالوا لكم اسبوع حنا في المغرب لا انا ما كرهتش تجيو عندي لا عندي خلاص انا وتيتيش الفيزا ضروري بعدا نقول للمتتبعين ديالي واحد الخبر اللي صراحه الله غادي يعني ما قلت لهمش بشحال هادي ولكن ان شاء الله راه كنفكروا المتتبعين قريب العرس ان شاء الله وقريب قريب بزاف ان شاء الله غادي نعلمكم كل شيء ان شاء الله وغتشاهدوا معنا ان شاء الله شكون غادي فين غيكون العرس وفين المهم بزاف بزاف دابا راه جبنا امي ما كتعيش اخر لحظات اخر لحظات امي ما كتعيش اخر لحظات واش نقول شوف الوليدات ريان وصفوان هما دوز الياس والله ما ولدي وغتمشي وتخلينا زوينه الوليده امي المهم راه امي زوينه امي الله يعمرها سمعي عزيزه عليا انا بعد انا قلت لهم ما مشيش للشمال تمشي معايا امي والله الا انا لي ثلاثه المرات وصباح فاش غنمشيو متتبعين معك صافي بازيت عليك ماشي ساعد لي ما كان عندك حتى هي قالت لي شنو مرحبا بك الله يسويها ان شاء الله يا ورجلها امين الوالده الله يعمرها السلعه زكريا الله قسما انتي عزيزه وغاليه زكريا ما كاينش خوف في العالم والله القصر شوف لك شنو يلاه يعمر شنو بغا الوالده شنو بغا الوالده بارك الله فيك الله يرحم عمي مالك ما قلتي لنا والو مالك شنو كتقولي لماماك وباباك يلاه قولي لي من قولي لي مالك سيب وحدك سمعتي ومع عمي خليها تقول لك شنو اللي عارفه شنو مالك انا ما عرفتش واش عييتي عييتي كتعومي كتعومي واش كتعومي واش كتعومي ويلي اش كتعوم ويلا كتعوم واحد العومه نعرفتي ولا مسكينه ايوا المتتبعين صراحه الله النهار هذا هو الفيديو ديالنا كنقص الدار ومع العائله الحمد لله يا ربي وباقي ان شاء الله مفاجاه مع اختي للدوره غادي نسافروا ان شاء الله لبلايص وحدين اخرين
خليكم معنا ان شاء الله كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا ان شاء الله يا ربي من هاد البلاصه لبلاصه اخرى. المهم فين ما مشينا لا ديروا رويله لياسين ياك متفقين نتوما شي مقلب عيالات شي مقلب ديروها بياسين هما دائما تيدير لكم مقلب تبعوا عيالات تكونوا على بال العيالات معنا مخافكم عاد كيفاش الوالده والله ودي انا ما نبغيش على كاين الوالده هو المقلب قسم بالله الا كان ديك اكثر من جهدي باش يكونوا بخير ويكونوا مزيان وندير الخاطر لهذا وندير الخاطر لهذا وهذا يبكي عليا وهذا يشكي عليا شكون تيبكي عليا يقول لهم الكاميرا هذه يبكي عليا وهذا يشكي عليا وصابر انا وصراحه تصبر مع البنات كيفاش يا ميمه يعني تخرجنا وكلشي كان لكم الخاطر باش شي واحد اللي ما عندوش الكاله كتجيبوا لي خرجه الجلا لومبيونس كتخلي لي خرجه مع العائله ديالي انا ديما راكبه معاهم والله يلا حبابك واحد قال له يجرح لا واحد يجرح واحد يداو قولوا له عاوتاني سيف واحد يجرح واحد يداو يلا اشرحي لنا ولا اشرحي فهو البارح ياسين فاش حد وصلنا قال لنا شوفوا الطاقه يلا ديروا فعلوا البارح مشينا للبحر متتابعين جا دا بحال هكا ما تنقولوا حنا العدبة فينا الطاقة نوض نخرجوا تيقول لنا لا العيد لا لا سخفت شدوا فيها المشاهدين تقول لهم غير ما تشكي عليهم تتشكي عليهم غير انت الله يعطيك الصحة الداودة. المهم دابا غادي نفطروا ان شاء الله يا ربي باش البروغرام ديالنا غيتعطى عاوتاني دابا فوق الطبلة بروغرام نادي مارتي الفنيدق كاسيخو المشاهدين اللي تيبقاو يكتبوا في لي كومونتير حتى انا ما تنصح ما تلقاهمش كاملين غير شي وحدين وتنخرج اللي تيقولوا ماكلات قديمة فيهم مالكي ديما معاهم انا اللي مشيت مع الحسن وحفصة ولا مع ياسين وتيتيت ولا مع رشيدة وحسن ولا مع زهرة وراجلها ولا مع موي راه خوتي اللي عاضين عليا ماشي شغل نلصق فيهم الا ما كبدوش بيا راه ما تنمشيش معاهم يعني انا راه وليت وحده منهم هادشي مازال ما يفهموه الناس انا وحده من محبوبة لقيتي في جيبي والله لقيتي في جيبي يلا مع السلامة الى الفيديو تبقى قبيله ان شاء الله البيض غيبرد لينا وإلياس كلا لينا الفطور باي باي عليكم إلياس ساليتينا الطيران وليت قويتك على إلياس 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 كلالينا الفطور إلياس إلياس كلالينا الفطور إلياس على إلياس حنا راه ماشي كنتهلاو فيه غادي نسولو لا بغينا نعرفو شوف إلياس إلياس وقف وقف قول الصراحة إذا كذبتي إذا كذبتي والله ما قراك راجل قالك مزيان حيت كنت وحده يقولوا معنا الصراحة والله إلا التعامل واخا كنضحكوا هذا ولكن التعامل ديالهم زوين وكيخرجونا وكيسالونا شنو السبب اللي كيخليك تبقى معنا ومستاز معنا الصراحة كون ما كنتوش كتعاملوا معايا مزيان كاع ما غنقلش معاكم شوف انا شوف انا شوف كذب عليكم انا الا ما بغاش الا ما كاينش رايان كاع ما تيبغيشي كيحمق على رايان ياك كيموت على رايان عاوتاني حيت تيبغي رايان تنبغيه هو عزيز عليا وبحال ولدي والله كاع انا تيميل ليا عزيز عليا تنتفاهم انا وياه شكون اشوف الوالده قالك لا لا كدزا شتو شي حوايج قالك والله ما قال لي والله ما لبسهم تنطلع سيدي اقسم بالله ياسين اول عائله دور ديال الكاميرا ياسين قولوا اول عائله في حياتي اللي تنعرف ان كاين معها الناس بلاين ماشي ماشي قرابين لهم بزاف وتيديروا كما بغاو في الديون ديالهم انا تنشوف غير الياس تنعس في البلاصه اللي بغا تياكل اللي بغا تيخرج معاهم هو الاول في البلاصه اللي بغا وحق الله ونعم الناس اقسم ماشي تنقول لك قدام المشاهدين اقسم بالله نعم الناس شتا عيت امي ما شت بحالكم والله غير طول عمرك ان شاء الله يلا مع السلامه باي باي عليكم.